بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف شو قاعد بصير بالدنيا، في صوت زمور، الحياة كلها ضمضمة، مش شايف أي إشي، وحاسس إنه علامات الساعة وفيش حدا عايش غير أنا، وما بعرف حد بشوف هذا الستورة. الله يستر. طيب تعالوا تخيلوا معي، تقلب الحياة عبارة عن زومبي، وهذا لازم ألحقه مثلا وأضربه، يكون في مصاصين دماء وحوادث وكلاشينات، ولازم تتخبى من الناس. كيف الحياة بتصير؟ تخيلوا معي هيك، كل نهاية العالم والعمارات توقع والشجر، واجي مثلا وقف تاكسي واسرق منه التاكسي وخاف مني. حمل اجواء خرافية. اسمع خلاص، مش باقي اشي بالدنيا، يعني ايش مسير يصير. مثلا اروح اسرق سيارة، مثلا هذا تعال تعال اخذ السيارة وقف عنده، لا بلاش يمسكنا هسه بعرض النور. يعني هيك انا بحكي لكم، يعني تقلب يعني فيلم اكشن اجنبي، يعني زي بالافلام الاجنبيه. طبعا حبايبي والله دبي عباره كلها عن ضباب زي ما انتم شايفين. هسا بس اروح البيت راح اصور لكم الفيو من البلكونه عندي، تشوفوا كيف دبي. تعالوا نشوف من شباك البلكونه ايش هذا. بسم الله حبايبي، بلكونه من طابق 31 مش مبين اشي، فيش ارض، وين الابراج، وين العالم، وين الاضويه، ولا ايش مبين. بسم الله شو هذا حبايبي، شوفوا شوفوا والله من البلكونة ما في ايش مبين. شو هذا بسم الله شو هذا، والله نايس. تعالوا تعالوا اكتشفت شغلة، اول بني ادم بمسك غيوم، هذا غيوم حبايبي، هذا غيوم، غيوم زي مش هذا غيوم، هذا غيوم ولا غبرة مش عارف. طبعا حبايبي اول شخص بالعالم بسكن بضباب، انا ساكن فوق الارض يعني فوق العالم، يعني العالم تحت ساكن، انا ساكن، انا عندي غيوم، ايش بدكم يحكوا لي بس. بسم الله ولا شيء. طبعا اكتشفت ايش، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، انه هسه الطيران موقف عشان ايش، كل الدنيا غيم. نشوف شو بصير من هون لبكره، جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب، تصبحوا خير. طبعا هذا غيوم مش اشي تاني، هذا مش دخان. وانا بفكر فيك كتير، بالي عليك مشغول، وانا بتصعب علي حالي، وانا بكتب لك كلام معسول، بعيد عن عيني وعيني، مع غيري ومش مبسوط، انا ضيعه.